الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم الخياطة عابر الفاسية. في الفيديو ان شاء الله غادي تشوفوا معايا واحد الوصفة ديال تعرق اليدين، بحيث حنا دابا في فصل الصيف، فاليدين كتعرقوا لينا بالتوتر وحنا كنخدموا، فمني كنكونوا كنخدموا تيبداو يدينا يتعرقوا لينا خصوصا بالتوتر، وكذلك مني كيكون الصهد وكتكون يلا اول حاجه كتعلمي مثلا كيكون التوتر عندك وداك الارتباك وداكشي كيخلي اليدين ديالنا كيتعرقوا لينا. فهاد الوصفه هذه فعاله جدا، يعني كنصوبيها في ساعتها وكتحيد التعرق في ساعتها، تتوقف التعرق. فقبل ما نبداو المكونات ما تنساوش تشتركوا معايا في المجموعه على الفيسبوك والانستغرام. غادي نخلي لكم صندوق الوصف كما العاده، كيكون دائما الرابط ديالها في صندوق الوصف، مرحبا بكم. وكذلك غنخلي لكم في اول تعليق مثبت من عندي. فنبداو على بركه الله. الوصفه كتكون مكونات بسيطه جدا، متوفره في كل منزل. في كل منزل اول حاجه عنصر عندنا هو الطلق، الطلق ديال الاطفال. اي بوربو عندك في الدار استعمليه، كناخذو جوج معلقات صغار. انا درت هذه الكميه هذه اللي عادي تصوب لي المده مثلا ديال اسبوع، فيمكن لكم تضاعفوا الكميه لحسب الرغبه ديالكم، او ممكن انكم تحتفظوا بها في السويك ديالكم او في البيت، البلاصه اللي كتخدموا فيها فيما تحتاجوا توظفوها، تخدموا ديروها عفوا في يديكم. فكنحتاجوا جوج معلقات صغار ديال الطلق بوربو. عندي هنايا معلقه ديال الخزامه صغيره، معلقه خزامه مطحونه، هذه هي الخزامه ديالي اللي انا طحنتها، يبستها سخنتها مزيان وطحنتها حتى ولات لي هكا بودر، وغربلتها باش كتعطي مفعول اكثر وكتعطي واحد الرائحه جميله جميله لهاد الوصفه ديالنا، هاد الخلطه ديالنا عفوا. عندنا هنايا شبه مطحونه، شبه مطحونه هي هذه، كندقوها في المهراس مزيان مزيان وكنسحقوها وكنغربلوها، هذه هي الشبه ديالنا. يمكن لكم الطريف تحتفظوا به في السويك ديالكم فيما تبغيو، هكا دوزوا هكا على يديكم راه فعاله كتنشف اليدين. فاول حاجه غادي نحتاجوها قلت لكم هاد جوج معلقات ديال هاد الطلق، كنخلطوها، تنزيدوا عليها هاد معلقه صغيره ديال هاد الخزامه كتعطي رائحه زكيه، وعندنا هاد الشبه هكا مطحونه ومسحوقه. غادي نخلطوهما بعضياتهم مزيان هكا، هكا نخلطوها مزيان. درت انا جبيبنه واسعه، نتوما ديروها صغيره حسب الكميه ديالكم، انا فقط باش توضح لكم في الصوره. المهم غادي نخلطها مزيان هكا، هكا مزيان. انا غادي نجمعها نوريها لكم. هنيت غادي ناخذ شي الطويصه ديالكم، تكون ديال الزاج بالحق، اي طاسه عندكم ممكن تستعملوا بحال دابا ديال الكريم ديالي تسالات، غسلتها مزيان وعادي نحط فيها هذا المكون ديالي انا اللي صوبت هذه الخلطه ديالي هكا. اي اللي عندكم كتسد الزاج تموها صلاح ليكم. انا هاد الكميه درتها صغيره حكم انا ما كتعرقليش يدي بزاف، لكن في الصه ضروري كتعرق، لذلك صغيره. هذه دائما عندي لمده سنوات وانا كنستعمل هاد الوصفه هذه بسيطه، طالك الخزامه وكنديروا الشبه ديالنا مطحونه حتى المكونات باش نجزديهم بكل سهوله. غادي ناخذ قطين بحال هكا او قطين عندكم كيف ما كان، هذا ديال المكياج عادي، غادي نشدو ونضغطوا عليه هكا، وها هو كيهز لي واحد الكميه. فغادي نشد يدي وندوزها عليه هكا، هكا نمسح 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 الجهه الثانيه كذلك. ملي كتحطوها على يديكم بهذه الطريقه هذه تتحسوا بها نشفات لكم، كنشم رائحه زكيه ديال الطالك مع الخزامه رائعه. ها انتما ونفض يدي بحال هكا، هاي يدي ولات ناشفه ليا. فهاد التقنيه ديال كتستخدميها يمكن لك ديريها مباشره، تمسحي يدك في شي زيف يكون ديال الخيط نقي، غير ديري غير هكا وتجلسي تخدمي.
ديريكتومو داك الساعات كتنشف اليد ديالكم، ما تيبقاش فيها داك التعرق نهائيا، هي ناشفه لي. وكذلك كتستخدميها في الحين، يعني ما كتحتاجيش انك تحضريها قبل ولا تنقعي يدك في الماء ولا كما كيديروا داكشي مده طويله ولا شي حاجه. لا، في ساعتها كديريها بالقطين بحال هكا، مسحوها مزيان هكا بقطين كيف كتشوفوا هكا عادي. كاع هاد القطين ديالنا يكون نقيقين، نستعملو مثلا ثلاثه المرات ونلوحو ونديرو في وسط منو هكا دائما. وفيما نستخدموها نخدموها، يمكن لكم تخدمي في وسط العام وتولي عاود تحتاجي ديريها ديريها، فهي يعني عمليه وبسيطه جدا كيف لاحظتوا التقنيه باش خدمناها. فقط نعاود للمكونات، عندنا الطالك اللي هو البودره البوربو ديال الاطفال، عندنا جوج معلقة صغار، كذلك معلقه صغيره ديال الخزامه مطحونه مزيان، كنيبسوها وكنطحنوها وكنغربلوها. كذلك كنديروا معلقه ديال الشبه مطحونه مسحوقه مزيان، كنسحقوها ونغربلوها. يمكن لكم هذه فقط انكم تضفوها ديروا بحال هكا مره هكا تكون رطيبه. انا عندي هذيك اللي رطبه صوبت هذه شي شويش عند القنيتات، دابا نسحقها نضربها مزيان هكا وتولي ليا رطبه، وتحطيها جانبا او تحطيها في وسط هاد العلبه هذه. فكنتمنى هذه المكونات هذه جاتكم بسيطه وتجربوها وتردوا عليا ان شاء الله. كذلك الى عندكم شي طلبات مرحبا بكم انني نساعدكم فيها، بخصوص داكشي ديال الصنيعه ديالنا. فاحنا ملي كيكون يدينا كتعرق في الابره كتزلق، الحرير ديالنا كيفزك لينا، العقيق ديالنا كيبقى يلصق لينا في يدينا، فكنتعذبوا شويه ملي كيكون تعرق اليدين خصوصا فهاد الفصل اللي كيكون ساخن، فهو والتوتر كذلك. وخصوصا ملي كتكون كتخدمي فداك العشيه كيكون الصهد بزاف، فهاد الطريقه هادي كتساعدنا بزاف بزاف. يمكن لكم تستخدموها كذلك من غير ان الصنعه اللي كتعرق له يديه في العمل ديالو في اي حاجه. فما عليا الا نقول لكم عانكم الله، والتقوا ان شاء الله فيديو جديد وفكره جديده او درس جديد. ومرحبا بجميع الطلبات ديالكم واقتراحاتكم كذلك وعلاش انتقاداتكم، فانا في تحت يعني الطلب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.